مباراة لعبها المدرب كريم زاوي ضد المدرب سمير زاوي، الأول مدرب نجم مقرة والثاني جمعية الشلف. اليوم أول مباراة، مباراة صعبة بين فريقين أولا هما صاعدين جديدين للرابطة الأولى. احنا الاهداف تاعنا هي مسطره، هي البقاء في حاضره القسم الاول ان شاء الله للعام هذا ان شاء الله. لاعبين غلطوا في الاضراب لانه واش نقول لك ماهوش وقته، لانه كم دينا البطوله، لانه كل فرق عندها ازمه ماليه ماشي غير شلف، وقلت لك بعض الفرق بالك عندهم لاعبين 17 ما خلصوش وراهم يدربوا وجاو لعبوا. حنا واش نقول لك لازم نشوفوا كيف نشوفوا مع اللاعبين هادو حتى وغلطوا، نشوف كنهضروا معاهم وما تعاودش الغلطه هذه الامام المستقبل. طبعا تشكيلة جمعية شلف قررت دخول المباراة في اللحظات الأخيرة بالشبان بسبب إضراب اللاعبين لتسوية حقوقهم المادية. يبقى الجميل في المباراة هو العلامة الكاملة لأواسط أولمبي شلف الذين رفعوا التحدي ولعبوا مباراة كبيرة برغم التعثر، مع ملاحظة إدارة المباراة من قبل الحكم الدولي العائد مهدي عبيد شارف الذي وفق في إدارة اللقاء وإلى حد كبير. عند الدقيقة 37 من المرحلة الأولى حكم اللقاء عبيد شارف يعلن عن مخالفة خطيرة قريبة من الخط لصالح نجم مقرة. يتولى التنفيذ بولعنص الرفيق وبكيفية أكثر من رائعة يضع الكرة في الزاوية الصعبة المرفوضة عند الحراس لتستقر في شباك الحارس الشاب هامل، معلنة عن توقيع أولى وأجمل وآخر الإصابات في اللقاء. الهدف جميل ويستحق إعادة المشاهدة. لتنتهي وقائع المرحلة الأولى لصالح النجم بهدف دون مقابل. المرحلة الثانية وتطبيقا لتعليمات المدرب زاوي سمير ما بين الشوطين، أشبال الشلف رموا بثقة لهم في الهجوم وأدوا شوطا قويا، كان الاستحواذ على الكرة وصنع العمل الهجومي علامة شلفوية مميزة بالرغم من بعض الحملات المعاكسة لأبناء مقرة. وهذه واحدة من أخطر المحاولات الشلفوية التي تصدى لها بروعة حارس النجم بن مالك. هذا الأخير الذي أنقذ مرماه مرة أخرى من هدف التعديل في اللحظات الأخيرة بعد محاولة مزيلي، لتنتهي المباراة بتفوق منطقي لنجم مقرة وعلامة تقدير لشبان الشلف الصغار الذين رفعوا التحدي ولعبوا المباراة التي تفوق فيها كريم زاوي على سمير زاوي. انا نقول اليوم فرحت على اداء اللاعبين، لاني صح دخلت ب 12 لاعب ناقص، بصح كي شفت الاداء ما حسيتش باللي عندي لاعبين ناقصين.